الحمد لله أنا بخير وأنتما؟ نحن أيضا بخير. ماذا تفعلين يا ميمي؟ فعلت واجبة منزلية. أستاذ يسألني أن أكتب عن واجبة منزلية عن الهواية. هل ممكن أنتما تعطيني الأفكار ماذا ستكتب؟ يا فكرية، ما هوايتك؟ هوايتي رسم أرسم الصورة. أنا أحب أن أرسم الصورة جميلة. ما هوايتك يا مديرة؟ هوايتي القراءة في وقت الفراغ. أحيانا في أسبوع سأذهب إلى المكتبة للقراءة. ما هوايتك يا شنا؟ هوايتي جمع الطوابع، والآن لدي 4 ألبومات الطوابع في البيت. وما فوائد القراءة يا منيا؟ بالقراءة نستطيع أن نحسن لغتنا ومعارف، وأيضا سنزيد المعارف عن الأهوال العالمية. فما فوائد الرسم يا فكرية؟ فوائد أرسام الصورة هي إبداع، تشجيع إبداعية، وتعبير عن الشعر. وما فوائد جمع التوابع يا شذا؟ فوائد جمع التوابع كثيرة، منها أستطيع أن أعرف عن الأرقام والتاريخ والعلم والزهرة الوطنية وهلو مزرعة. قد وصل أبي، أريد أن أذهب. شكرا لكما على المشاركة. طيب، شكرا لك، وإلى اللقاء. مع السلامة.